السلام عليكم، انتم في تيتوريال تاني ديال ال HTML. في التيتوريال ان شاء الله غادي نعرفو كيفاش نقادو الستركتور جينيرال ديال لي باج اون HTML. اول حاجه اول الاشياء اللي يمكننا نعرفو عليهم غادي نشوفهم اليوم. اول حاجه يمكننا نديرو انا اللي خاصنا نديرو اننا خاصنا نكريو سميتو فيشي جديد. غادي نديرو لي انريجستري سو غنجيبو لداك الدوسي اللي كرينا في سميتو الاول في التوتوريال الاول. وغادي نديرو سميه مثلا غنسميو لا باج هوم ولا اندكس اتش تي ام ال زعما صفحه رئيسيه. غادي نديرو انريجستري غادي يولي عندنا فيشي اون اتش تي ام ال. اول حاجه تنحتاجو باش نخدمو بال اتش تي ام ال هو ستركتور جينيرال. كيفاش خص تكون باج شي باج مقاده بال اتش تي ام ال؟ اول حاجه تنبداو بها هو تنديرو عمليه الاشاره ديال اكبر من واصغر من، وسطهم غادي نكتبو اتش تي ام ال، وتنجي وحده اخرى بحالها وتنديرو سلاش اتش تي ام ال. هذا يعني ان ال HTML داكشي اللي ما بين هاد جوجات كاع هادشي اللي غادي تكتب هنا راه هو HTML، راه هو الكود ديالنا اللي بغينا. هادي ستركتور جينيرال. تنحتاجو لاباج حاجه اخرى وهي الهيد ديال لاباج، زعما الراس ديال لاباج ديالنا. نفس الشيء غادي نديرو هيد سلاش هيد، زعما هادشي اللي غيكون هنايا ها هو راه تابع لهاد الراس ديال لاباج. اولا هذا الراس ديال لاباج هذا ما يمكنش لنا نشوفوه شنو فيه، هذا تيتعلق بلاباج. حاجه وحده اللي تنشوفو هو التيتر ديال لاباج، هو اللي غادي نبداو اللي غنكتبو من هنا لشويه. غنزيدو غنلقاو البودي زعما الجسد ديال لاباج. هنا فين تنكتبو الكود ديالنا، هنا فين تنكتبو الكود ديالنا كامل، هنا فين تتكون ستركتور جينيرال ديال لاباج اللي تتبان للمستعمل ديال داك السيت ولا اللي دخل السيت. هنايا غالبا داكشي اللي تستعمل فيها ما تيبانش للمستعمل الا حاجه وحده اللي هي تيتر ديال لاباج. تنكتبو تايتل، تنجيو هنا نديرو سلاش تايتل بلاتي قبل بعدا ما نديروش هادو. غادي نديرو انريجستري ونجي نشوفو هادشي اللي عندنا هنايا كيفاش داير. غنفتحو داك الدوسي اللي عندنا، ها هي الباج اللي كريينا. الا درنا اندكس دوت اتش تي ام ال وبركنا عليها غادي نمشيو لجوجل كروم. كما تلاحظوا غيعطينا البلاصه ديالها وهي بيضاء، صفحه بيضاء ما فيها حتى حاجه لاننا اصلا ما كتبناش فيها والو. هاد الكود ما تيبانش، هادشي اللي كتبناه دابا في الكود ما تيبانش في الصفحه، هذا مجرد كود كما شفتوا في المثال ديال اليوتيوب التوتوريال الاول. غادي نغيروا حاجه وحده. اول حاجه وحده بغيتكم تلاحظوا كما تشوفوا هنا سميتها index.html. الا جينا مثلا لهنايا الكود ديالنا ودرنا ديك اللعبه اللي قلت لكم قبيله تايتل زعما التيتر، وغنديرو مثلا ويلكم تو اندكس بيج ولا تا ذا هوم بيج مثلا. هذا هو مثلا التيتر ديالها ودرنا انريجستري. وغنمشيو ل اتش تي ام ال ديالها وغنديرو اكتواليزي. كما تلاحظوا تغير التيتر ديال لاباج، ويلكم تو ذا هوم بيج. هذا هو كيفاش نكتبو تيتر ديال لاباج. غنتعلمو حاجة أخرى، مثلا نكتبو أي حاجة وسط 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 البودي. مثلا نكتبو مثلا هوم، مثلا نديرو كنترول اس باش نأرجستريو. كما تلاحظو التكست بان هنايا لأنه وسط البودي. غادي نتعلمو مثلا كيفاش نكبرو، بغينا نكبرو مثلا هاد هوم هادي. كاين كيفاش
غادي نديروها مثلا حتى هي الكود ديال التكبار مثلا كينهدر كما تشوفوا دابا. غنكتبو اش واحد يعني هيدر وان وغنسدو هنايا. كما تلاحظوا في الاش تي ام ال ديما تيبدا الكود بهكا وتيتسد بنفس الجمله وحدها سلاش. يعني هادشي اللي هنايا هوم مثلا نكتبو مثلا شي حاجه اخرى سالو جو سوي مثلا. كما تلاحظوا درنا ما بين اش واحد و اش واحد و سدة ديال اش واحد. غنأورجستريو نجي نشوفو النتيجة كيفاش دايرة. كما تلاحظوا كبرات. نديرو واحد الحاجة نخرجو حنايا هاد محسن من هنا من الاش واحد ونديوها نخليوها بلا كود هي ونديرو أورجستري ونجي نشوفو شنو غيوقع. كما تلاحظوا سالو جو سوي وخرجات خرجات محسن من الهيدر. نجيو مثلا نديروها حتى هي في هيدر ديالها بوحدها. نديرو مثلا حتى هي نديروها هيدر جوج ونديرو اونجستري ونمشيو نشوفو لاباج. كما تشوفوا حتى هي غلط ولكن ماشي بنفس الغلط ديال الاولى. هادي هيدر واحد وهادي اش واحد وهادي اش جوج. كاينين اش ثلاثة اش ربعة يمكننا نشوفهم من بعد ولكن ما تخدموش بهم بزاف. نخدمو بالاش واحد والاش جوج. اذا كانوا هادو هما لي باسيك باش نقادو اون باج بلاش تي ام ال. في التوتوريال الجاي ان شاء الله نشوفو حاجة اخرى. ما تنساوش تاجوتي لي كومونتير الا ما فهمتوش شي حاجة وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد. نشوفكم في التوتوريال اخر ان شاء الله.